أبو كنان يرحب بكم. لو كنت جديد أول مرة بتشوفني ما تنسانا من دعمك بلايك، لو كنت عامل لايك مش مشترك اشترك، لو كنت عامل لايك ومشترك يا سيدي تفضل، هاي أحلى مشمشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ويسعد أوقاتكم جميعا. رجعنا لكم مقطع جديد من لعبة Armor of Heroes. اللعبة هاي موجودة موقع ستيم بشكل مجاني، وأنا حبيت أستعرض لكم إياها لتشوفوا هاي اللعبة هل هي تستاهل أو لا. طبعا اللعبة تقدر تلعبها بشكل فردي ضد الكمبيوتر أو مع أصدقائك، إنك تكون أنت مثلا لاعبين ضد لاعبين أو لاعب ضد لاعب. فاللعبة راح تكون حلوة ضد أصدقائك، ما بظن تكون حلوة ضد الكمبيوتر، لكن إحنا نلعبها ضد الكمبيوتر كتجربة. ونحط أوكي، نحط على الكل 5 كل اللي بفوز. الوقت 5 منت 10 منت ما بفرق. المنطقة بدنا إياها تكون مفتوحة، هاي منطقة ما فيش غير هاي. اوكي خلينا هاي منطقة مفتوحة نبلش. برجع قاعد دقة اوكي بنجيبه من هون. والله كان جبته. لا 4-3 اوكي هو الكسبان. مشكلة هاي اللعبة أنا مش عارف أحكم فيها. أوكي 4-4 جبت واحدة. أوه لا يلا أوكي هو الفاز. أوكي هذا هو هذه هي اللعبة يا شباب. طبعا في خرائط ثانية بدنا نستعرضلكم إياها اللي هي زي هاي مثلا. هاي اصعب مشكلة اللعبة، انا بس بستصعب تحكمها يعني. لا والله قوي بلعت واحدة بلعت حتين 1-1 كانت تفيد. اوكي ضربت واحدة. لا والله كان ضربة ثانية. 2-2 ابلع ابلع بلا واحدة بلا واحدة. لا بنشرب بنشرب. لا الله اوه 3-3 لا ضربني اياها. لا 4-4 انا اتنيت في الشرطة لازم اشيل. بس واحدة ضربني واحدة طزت من الحيطة ضربني. جيم اوفر. كذا ما شفتوا هذه هي اللعبة يا شباب. اللعبة طبعا تقدر تلعبها انت واصدقائك، فهي اللعبة راح تكون احلى اللي طلعتها مع اصدقائك. ما بظن تكون حلوة لما تلعبها ضد الكمبيوتر لأنه راح تمل بسرعة، لكن ضد أصدقائك راح تكون حلوة. أوكي اللعبة شباب موجودة موقع ستيم، اكتب Armor of Heroes. اللعبة حاليا موجودة بشكل مجاني، طبعا بمناسبة إنه سيجا إلها 60 سنة موجودة وبتنزل ألعاب وهيك، فبمناسبة هاي صارت تنزل ألعاب مجانية وهيك، فاللي بيحب ينزلها توجه موقع ستيم
وينزلها. لو مش منزل ستيم اكتب على الجوجل ستيم، لو بالعربي او الانجليزي موقع ستيم، وافتح عليه ونزل ستيم ونزل اللعبة من موقع ستيم. طبعا اللعبة بتنفع للأجهزة الضعيفة للأجهزة القوية. مواصفات الجهاز لازم تكون زي هيك، ويندوز 10 او يعني زي ما بدك، الويندوز 10 وانتل اي 3 عادي، جهاز يعني مش كتير قوي، 2 جيجا رام، انفيديا جي تي اكس 960، وبمديك اقل كمان تلعب اقل من جي تي اكس 960. ولا هنا شباب نكون وصلنا لنهاية مقطعنا، بتمنى يكون المقطع على اعجابكم، بتمنى ما تنسونا من دعمكم بلايك، ولو مش مشترك اشترك لنصل كل جديد. تحياتي لكم، يسعد اوقاتكم، نشوفكم خير، سلامات. ما تنسونا بدعمكم بلايك بلايك بلايك. تحياتي، سلامات.